اسباب زياده حالات الخلع؟ في رايي ان دلوقتي البنات ما عندهاش صبر زينا، يعني احنا بنتحمل كتير وبنتحمل علشان البيت يكمل والحياه تستمر. مش متفاهمين مع بعض، وصلوا لنقطه معينه انهم حتى مش متفاهمين انهم ينفصلوا بشكل متحضر وانه يبقى في طلاق بشكل متحضر، فممكن تكون عدم تواصل، عدم اتفاق، عدم فهم دماغ بعض من الاول. يعني قله وعي الستات، وكل واحده النهارده بتقول لك انا عايزه احقق ذاتي، هي تعيز ذات هو اللي يعني اللي كبر الموضوع. وطبعا غلاء المعيشه، الضغوط النفسيه بتاعت الاولاد، زادت المتطلبات بتاعتهم، اختلاف الاجيال، الولاد بقى ليهم طلبات غيرنا خالص. يعني احنا كان ممكن نستحمل حاجات، هم لا، مش بيعرفوا يستحملوها دلوقتي. خيانه، البخل، يعني لما الرجل يظهر غير ما يبطن، يعني بقى في ناس بعد الجواز بتكتشفيهم من اول وجديد. يعني اهمال الراجل البيت وانشغاله بضغوط الحياه، في نفس التيبيكال هو مش بيعرف يعني يوازن بين البيت وبين الشغل. ضغوطات الحياه مع ضغوطات الشغل مع الاولاد بقت صعبه دلوقتي، المصاريف. ليه الرجاله بيفضلوا الخلع على الطلاق؟ الراجل، لا، هو مش اغلبيه الرجاله بيحبوا الخلع عن طلاق، بس هو بالنسبه له ان هو ممكن، انا نفسي اشوفها ان انا بحب الاستقرار مثلا، فانا مش احب ان انا حتى لو مثلا سي عندي عيال ان انا ابقى عايز اخلع، لا، انا عايز اشوف المشكله فين واحلها. انا بتكلم عن نفسي. في رجاله لا، بالنسبه لهم لا، انا اخلع او ان يحصل اي مشكله واريح دماغي وخلاص بين المحاكم. ممكن الراجل مش عاوز ينفصل، مش عاوز يبعد زوجته عن زوجته وعن اولاده، فهو مش عاوز يطلق، يعني بيحاول ان هو يصلح الامور، لان هو بيبقى مقيد في الطلاق مثلا بنفقه وقايمه والكلام ده طبعا كله، فالخلع بالنسبه له بيبقى احسن. يعني الست بتلجا للقرار دوت لما بتكون كل الطرق قدامها اتسدت ومفيش طرق وديه ان هي ممكن يحصل انفصال بشكل ودي او بالشكل العادي الطبيعي، فالست بتضطر للاسف ان هي تلجا ان هي تتنازل عن حقوقها وبتخلع. لو هي بجد مش قادره تكمل وشايفه ان مفيش اتفاق، فيعني هي لازم تمشي، يعني لازم حد ياخد قرار انه يمشي، حتى هي بتتنازل عن حقوقها كلها.